السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد ما كملنا بالمحاضرة السابقة ونشرت لكم إياها إنه من دخلنا على الريزرفوار نتوركر وأنشأنا للكرييت ستريم، نجي على الخيار اللي بعده data has changed. دخلنا على الخيار اللي بعده أنشأنا creating للستريم، نجي المرة الثانية نضغط على هذا الخيار اللي هو reservoir tool أو على هذا الخيار، تمام؟ البوينتر تول بكيفك، تضغط على هذا أو على هذا. الخاصية شنو؟ إدخال خواص الريزرفوار. أنت هاي الريزرفوارات لازم تنشئهن بالموديل الأول، النمط الأول هو الووتر شيد سيتاب. تجي هنا بس تنطيهن الخواص، أدخل على هذا، تمام؟ أقول له البروبرتيز مالته، إديت ريزرفوار بروبرتيز. item has changed. Would you like to save la يعني هذا yes value هذا، تمام. عيني يفتح لك الريزرفوار اديت، عندك يعطيك اسم الخزان اللي انت مسميها. هسه انا راح ابلش بخزان حديثه ريزرفوار. عندك ثلاث فعاليات تسويهن اللي هي الفيزيكال والاوبريشن التشغيل والاوبزرفيت داتا مال السيموليشن مالته. نجي البول، طريقة بول عندك أول شيء ضمن الريزرفوار عندك ال تشتغل بيه، يطلع لك بيه خيارين. أول شيء بول عندك لينير وكونيك. اللينير انتربوليشن تنطيه الاليفيشن والستورج والاريا، تمام؟ هو راح يرسم لك اياهن بالجانب. بعد ذلك تنتقل على الاوبريشن. ان شاء الله احنا اليوم محاضرتنا لهذا اليوم شلون راح يعني هاي الامور صراحة، الاوبريشن مثلا الستورج زون ديسكريبشن الفاكشن اوف، يعني هاي المعلومات خاصة نوعا ما بشغلك. يعني انت تجيب هاي البيانات من الارصاد الجوية والمائية الخاصة بالخزان اللي انت راح تشتغل عليه، كذلك الاوبزرفيت داتا الاليفيشن غيره. يعني هاي الامور مو شغلة انه انا اساعدك بيها تحتاج الى ان تمليها هاي الحقول. فهاي المعلومات منين تجيبها؟ من المركز الخاص بك، مركز الوزارة، مركز البلد، مركز المدينة، مركز المعلومات، هذا الخزان او هذا الريزرفوار اللي انت راح تشتغل عليه. هاي تكون الخطوة الثانية اللي هي انه انت تعدل خواص الخزان. بس شرط لازم هذا الخزان انه انت تضيف رسمته على الشكل الرئيسي من الموديل الاول اللي هو الووتر شيد سيت اب، تمام عيني. ان شاء الله تكون محاضرتنا هذا اليوم واضحة. نلتقيكم ان شاء الله بالمحاضرة القادمة ان شاء الله. اذا عندك هي قصيره جدا بس انا اعلمكم شلون تضيف خواص الخزان، تمام؟ بعد ما تكمل جنريتر للريش تول وتعلمنا بذيك المحاضره شلون الرسمه. اذا عندكم اي سؤال او استفسار واجهكم او مشكله معينه تقدرون تراسلون على القناه، ان شاء الله نجاوبكم. نلتقي بكم بالفيديوهات الاخرى. دمتم بامان الله وحفظه.